المرصودة لصحة نينوى هي موزنة ككل الأعوام، ولكن الخدمات التي تتوفر في صحة نينوى هناك نقص كبير في الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، وبالنقطة الأساسية لا توجد مستشفيات ومراكز صحية مؤهلة لاستقبال الأجهزة يعني حتى يشتغلون بها كجهاز الرنين والمفراس. لحد الآن لن يتوفر في مدينة الموصل، تم تصليح أحد الأجهزة، أجهزة المفراس، وفي مستشفى الرشيدية حاليا يشتغلون به، وإنما الخدمات الصحية في داخل المستشفيات تقريبا دون الوسط، ولا تفي بالغرض كمدينة منكوبة ومدينة فيها جثث لحد الآن تحت الأنقاض، مدينة فيها الإعمار فيها منتهي، يعني فيها أصبح فيها مناطق غير مؤهلة للسكن. فالصحة طبعا يكون دورها ضعيف في هذا المجال، يعني المدينة إذا تكون منكوبة وتكون تعبانة تكون دور الصحة ضعيف، الكوادر الصحية تعاني من التصاريح الأمنية، ولحد الآن لم يباشروا بمهامهم بالدوام، لحد الآن التصاريح الأمنية لم تصرح، أكو كثير من عندهم الأمور النقل الإعاقات.